أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. مشاهدين أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو لقاؤنا اليومي في هذا البرنامج، حلقة اليوم من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل دكتور محمد أحمد حسن. مرحبا بك يا شيخنا في هذا اللقاء. الله يبارك فيك. مشاهدين الكرام، قيام الليل هو شريعة ربانية، سنة نبوية، وخصلة حميدة، ومدرسة تربوية، دموع وعبرات قلبية، وآهات وزفرات شجية، خلوة برب البرية، روضة ندية، سعادة روحية، قوة جسمانية. قيام الليل هو قضاء الليل أو جزء منه ولو ساعة في الصلاة أو تلاوة القرآن أو ذكر الله ونحو ذلك من العبادات، ولا يشترط أن يكون مستغرقا لأكثر الليل. قيام التهجد هو موضوع حلقتنا لهذا اليوم، ونحسب أننا الآن قد دخلنا أو قربنا من هذه الأيام المباركات في قيام الليل. في البداية نتحدث عن هذا الموضوع، التهجد وما حكمه. بسم الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله. عندنا صلاة التراويح، صلاة الليل، صلاة التهجد، دي ثلاثة حاجات. صلاة التراويح خاصة بشهر رمضان، وهي سنة للرجال وللنساء، وعدد ركعات 8 ركعات أو 10 ركعات أو 20 ركعة أو 36 ركعة، دي صلاة التراويح. نجي بعد كده صلاة الليل. صلاة الليل على مدار السنة اللي تبدأ من صلاة العشاء امتد وقت لي طلوع الفجر، وأقلها ركعتين وأقصها ما عندها حد. نجي بعد كده لصلاة التهجد. صلاة التهجد هي صلاة ليل، لكن تغير اسمها من صلاة الليل لصلاة التهجد. لزول مثلا قال له دار يصلي، صلى العشاء وصلى بالليل، ده نسميه صلاة الليل. زول صلى العشاء ورقد نام، قام بالليل يتنفل، نسميه صلاة التهجد، لأن جات من بعد الصحية من النوم. أيوة، قال تعالى: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. يقول صلاة التهجد هي صلاة ليل، لكن أخذت كلمة صلاة التهجد لأن زول صحة من النوم قام صلاة، وهي صلاة الليل. وبعدين صلاة التهجد وصلاة الليل سنة، وبعدين فضل عظيم وثواب عظيم. أقل لها ركعتين وأقصى ما عندها عدد. وصلاة الليل المذاهب الأربعة صلاة التهجد ما بيسن فيها الجماعة، ما بتسن فيها إنه صلاها جماعة. صلاة بزول في بيته، سر في بيته، كل يقوم كما قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. وهي صلاة سرية بين العبد وربه. الحسن البصري قال في صلاة التهجد: أنزل دس صلاة التهجد صلاة الليل من عيون الناس، ربنا دس عليهم قرة الأعين. تتجافى جنوبهم عن المضايع، ينزل نايم نومة سمحة يقوم يخلي النومة السمحة دي ويتوضى ويقوم يصلي بالليل ويتضرع إلى الله ويقرأ ويسبح ويثنى على الله ويمجد الله ويعظم الله ويتضرع إلى الله. هاي سر بينه يا ربه، هذه صلاة التهجد. ما بتسن فيها الجماعة، ما بتصلي في جماعة، دي المذاهب الأربعة. لكن فقهاء الحنابلة قالوا لو صلوها في جماعة يجوز، لو صلوها أحيانا في جماعة يجوز، لكن ما قالوا سنة. أي لكن نحن هسه في زمننا ده الناس بقت ظهر بصلاة التهجد. أنا ماشي صلاة التهجد، ماشي صلاة التهجد، وكلبوا له الميكروفونات العالية دي، سماعات الفوق، وديل يتسوي شيء وديل ديش. لا، صلاة الليل صلاة سرية، معليش قلنا صلاها في جامع برأي الحنابلة صحيح، لكن عشان ما نجيب تجيب لنا الرياء وتضيع لنا ثوابنا كمصلين، السماعات الفوق دي نقفلها، نخلي إذا احتجنا الناس شويين بيسمعوا صوت الإمام والجو هادي، ما في داعي ميكروفون خالص، نقفل السماعات بتاع التلفون. لا، الناس ما شاء الله وكتار، نفتح السماعات الداخلية، لكن السماعات الفوق دي نقفلها عشان ما تجيب لنا الرياء.
وبعدين كسم عندي في ناس شغالين أطباء مرضانين عيانين بيرتاح ينوم لما نقوم، وداد يصلي في بيته ويقدر يقرأ المسجد، لكن لما نقوم نفتح الميكروفون نشوش عليه ما بيقدر يقرأ، بمعنى تشوهنا عليه. والرسول عليه الصلاة والسلام كان مرة عتق، كان معتكف في المسجد، سمع المصلين الصحابة يجهروا بالقراءة، كشف الستار قال لهم: ألا إن كلكم مناجي الغربة فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة. رواه البخاري ومسلم. فلا يجهرن بعضكم على بعض في القراءة، يبقى أنت حتى في المسجد بتصلي ما تجهر، في بيتك أجهر، في المسجد صلي وقت، صليت في المسجد ما تفتح الميكروفون تشوي على الناس التانيين، خلي سير. دي صلاة الليل، ما أحدث أقول للناس أنا قاعد أصلي صلاة التهجد، أنا ماشي صلاة التهجد، أما صلينا صلاة التهجد نتفاخر بها يبقى ضيعنا ثوابنا. دي صلاة التهجد سرية بين العبد وربه، وعشان سرية ربنا دسها، هم دسوها من عيون الناس، ربنا دسها لهم قرة الأعين. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. ربنا دس لهم قرة الأعين عشان شنو؟ لأنه جزاء من جنس العمل. هم دسوا صلاة من عيون الناس ما تفاخروا بها، ما تشاهروا بها، عشان كده ربنا جازاهم من جنس عمل. طيب ليه الناس ربطوا هذه الصلاة برمضان؟ ما حديث تشريع، ده ما تشريع يعني، سمعنا وطعنا. بس هي التهجد في رمضان؟ لا، انت ذكرت قلت هي صلاة الليل، ما هي صلاة الليل. اي اذا قمت صليت بالليل نمت وقمت نقول صلاة التهجد، هي مشروعة في كل السنة، يعني ما مربوطة برمضان، ما مربوطة برمضان، لكن بس في رمضان ما شهرت بين الناس. طيب هل عندها وقت معين في ايام معينة في رمضان ولا كل الشهر؟ انا صلاة الليل دي ما من طول مدار السنة، من صلاة العشاء امتد وكده ليه طلوع الفجر، صليتها قبل النوم نقول لك صليت صلاة الليل، نمت وقمت نقول لك صلاة الليل وصلاة التهجد. طيب طيب ليه الناس دائما بيقولوا في العشر الأواخر نحن بنتهجد، يعني بقت أصبح زي العادة يعني نقول؟ لا ما عادة، يعني هي طبعا في شهر رمضان يعني المستحب النزول يعني كتر منها، هي مدار السنة، لكن في رمضان الناس بيكتر منها بس. لأنه كل المساجد قلت لك الآن بيركزوا إنه تكون في العشر الأواخر، بقول لك مثلا ليه؟ والله توضحنا ثاني ما تكرر الكلام، نحن وضحنا. لما نحن قصدنا شنو؟ إنه الناس بقت عادة، الآن عادة، يوم 19 أقول لك يا أخي الليلة دي ليلة التهجد. الكلام ده جاي من وين؟ نحن أساساً الكلام 10 دقائق ما بنتكلم في الموضوع ده. ما أنت قلت لا مش كذا، نحن نوضح الناس، ما بقى أصبحت عادة. أوضح الناس، نحن ما لنا دعوة بالعادة، نحن نتكلم بالشرع، الشرع صلاة الليل سنة. تبتدي من طلوع من صلاة العشاء امتد لي طلوع الفجر، صليتها قبل النوم اسمها صلاة الليل، نمت وقمت تتنفل اسمها صلاة التهجد على مدار السنة. ما بتسن فيها الجماعة عند المذاهب الأربعة، صلاة سرية بينك وبين ربك بس. ما تنمى تسعى يعني عليك. الناس الآن بيقولوا بس صلاة التهجد دي بعد 19 أو 10 الأواخر دي يعيدوا الراية أو يعيدوا النظر في المسألة دي، إنما هي عبادة تسن في أي وقت. طيب نشوف الثمرات والفوائد من هذه العبادة. ثواب أجرها عظيم، الآية واضحة، ربنا وضح لنا أجرها. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، خوفا من نار جهنم وطمعا في الجنة، في خشوع وتذلل واستكانة، مناجاة. هذه ربنا جازهم بالمناجاة دي، دس عليهم حاجة لا يعلمها إلا الله. تجزا. نعم. طيب القدر شنو يعني؟ نقول الزول يمكن يصلي زي ما داير صلوات، يعني زي في حد معين للصلوات؟ صلاة الليل أقلها ركعتين وأقصاها عند أحد. صلي 20 يعني قدر استطاعتك. على استطاعتك. نعم قدر الاستطاعة. وأفضل الأوقات برضو ذكرناها قلنا بعد الزول يصحمتها ما صحة يقوم يصلي قبل الصبح بكم مثلا، نقول نقدر تقدير كذا. ده ما محددة. ما محددة. صلاة الليل تبتدي من صلاة العشاء. امتد لي طلع الفجر، صلي انت صاحي صليت العشاء تنفلتها صلاة الليل، نمت وقمت غير السم من صلاة الليل بقى صلاة التهجد. بس. طيب بالنسبة للمرأة تهجد المرأة، المرأة تصلي في بيتها نفس الكلام يقول نذي ينطبق على المرأة، يعني ينطبق على المرأة هاي. يعني ما عندها يعني قانون يعني يحكم به، يمكن تمشي المسجد برضو عادي. عليك في الحالة دي نحن قلنا صلاة العلماء قالوا لا تستن فيها الجماعة، صلاة سرية بين العبد وربه. لو انت صليت في بيتك ثوابك أكثر من تصليها في جماعة، لأنها بعيدة من الرياء. طيب هو المسألة دي يا مولانا هي توفيق من ربنا سبحانه وتعالى، لأن نشوف الناس الآن بيسهروا،
لكن ما في زول القليل منهم بس بيلتفت لشنو؟ احنا خلصنا الموضوع بدينا حقه شؤون الموضوع الثاني. ما هو الموضوع اصلا ده موضوعنا عشان نكون متكررين في موضوع صعب. لا المشاهد هسه يقول شنو؟ لا ده موضوعنا اصلا هو موضوعنا التهجد. لا نحن لنا توفيق من رب سبحانه وتعالى. كيف الزول يصل للمرحله دي مثلا عشان ندعو الناس للحاجه دي؟ الناس التفتوا، الناس الان بيشغلوا بمواضيع ثانيه. نحن الان بندعو الناس الكلام ده. نعم ندعو الناس أنه صلاة الليل فضلة عظيمة، ثواب عظيم، وأجرها كبير عند الله تعالى. ولذلك جاء عن عمر بن عبسة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الأخير، فإن استطعت أن تكن ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح عند في فضل صلاة الليل. كذلك عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول من يدعوني فأستجب له، ومن يسألني فأعطيه، ومن يستغفرني فأغفر له. رواه مسلم. ينزل ربنا نزول يليق بجلاله وعظمته من غير تكييف ولا تشبيه ولا تمثيل ولا تعطيل. أي ده فضل صلاة الليل. وكتبتدي من صلاة العشاء امتد لطلوع الفجر، ولو كله أخرتها قبل طلوع الفجر يكون ثوابها أكثر، زي ما ورد في الحديث القرناء دي. نعم. طيب الإنسان طالما ربنا سبحانه وتعالى بيتنزل وبيتنزه في هذا الوقت، كيف الإنسان يتأدم مع الله سبحانه وتعالى في هذه اللحظات؟ يعني يعمل شنو عشان يصلي؟ يعمل شنو؟ تقرأ بخشوع، ما تسرح في أصنام، تصلي صلاة الليل، تكون خاشع في صلاتك، في قرايتك، تأداها بطمأنينة، باعتدال، تأداها بهنا بإخلاص. هذا المطلوب، تكون حاضر القلب يعني. طيب معنا أول تلفون، هنادي من الجزيرة. مرحبا يا هنادي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف طال عمرك كريم؟ الله أكرم. عايزة أسأل الشيخ سؤالين لو سمحت. أيوة تفضلي. السؤال الأول. السؤال الأول، أنا عندي زوجي مرة مشيت السوق واتأخرت السوق، فحلف علي حرام، قال علي حرام تاني ما تمشي السوق مع أي بعض. حلف عليك حرام قال لك تاني ما تمشي؟ أيوة حلف علي حرام قال لي ما تمشي السوق مع أي زول. مع أي زول؟ إلا هو معه هو يعني؟ هو لا، هو ما خصصه لا معه ولا مع غيره. طيب الحصل شنو يعني بعدك؟ فالموضوع ده حاصل ليه زي 3 شهور 4 شهور كده، وانا لحد هسه ما مشيت السوق مع زول. يعني عايز اعرف راي الشيخ، هل اذا انا مشيت السوق مع اي زول الطلاق ده حقيقة او لا؟ طيب في سؤال ثاني؟ ايوه السؤال الثاني برضه نفس الشيء، في حلفة الحرام مرة كنا متناقشين وزعلان مني، يعني حلف علي انه انا زعلت من عائلته ليه كبير، وهو حلف حرام قال لي ثاني ما حاسألك. حلف حرام قال شنو؟ قال لي ما حاسألك ثاني من أي حاجة. دي ما سمعتها. وبعدها بيومين اتناقشنا ثاني في نفس الموضوع. يعني الموضوع كله، هو الموضوع كله نقاش يعني، وفي النهاية هو بيحلف حرام يعني. أيوة بيحلف حرام. فهو قال لي أنت أسألك يا شيخ، بما إنك سألتني معناها الحرام واجب. يا هنادي الشيخ قال لك أيوة. كم مرة حلف عليك حرام يعني؟ الطريقة دي بتتكرر طوالي عنده يعني؟ مرتين، هو حصل نقاش بيننا مرتين في الموضوع. مرتين أي. طيب خلاص اسمع الإجابة. أسألي ليك مفتي، وإذا المفتي قال لك طلقان أنا طلقان. نعم. ليك هو قال لي أسألي مفتي من إنه أنا سألتك في الموضوع ده، وإذا المفتي قال لك طلقان وأنا طلقان. والموضوع ده له فترة يعني، وتحل نقاشنا وهسه مواصلني عادي يعني. أيوة. طيب الشيخ سمعت كلامك. خلاص خلي الشيخ يرد عليك ان شاء الله. خذي بالك. طبعا زوجي حلف عليها مرتين بالحرام، قال لا علي الحرام او حرام، بل حلف عليها الحرام علي الحرام او قال حرم ما تمشي السوق بدون ما الا معايا. حلف مرتين. طبعا هنا ده الحلف بالطلاق ما بيقع بها طلاق يمين. قال تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وجاء في قانون الحولة الشخصية لعام 1991 المادة 130 تنص النص يقول شنو؟ لا يقع الطلاق، لا يقع الطلاق بالحنس، لا يقع الطلاق ولا الحرام بالحنس في، لا يقع الطلاق بالحنس في من الطلاق أو الحرام. لا يقع الطلاق بالحنس في من الطلاق أو الحرام. الحنس معناته بكلامنا حلب بالطلاق وكسر حليفته، حلب بالحرام وكسر حليفته.
في الحل يزول حلب بالطلاق ما يسوي شيء الفلان يسوى كسر حليفته الطلاق ما بيقع. حلب بالحرام وكسر حليفته الطلاق ما بيقع. لكن يلزم زوجة هذه يلزم حالتين اثنين. نمرة واحد لكل حليفها الحليفة الأولانية يستغفر. نمرة اثنين يطعم لعشر مساكين كل مسكين يده 35 جنيه. الحليفة الثاني يستغفر لأنه حلب بغير الله ويطعم 10 مساكين والطلاق في حالتين ما بيقع. كلم زوجي بالكلام ده وقالوا له ما تكتر الحليف. شكرا جزيلا هنادي، إن شاء الله وضحت لك الصورة. طيب نأخذ معنا تلفون تاني. أم زينب من تنبول، مرحبا يا أم زينب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ عندي أول شيء رمضان قبلي فات. عندك شنو؟ عندي قضاء رمضان قبلي فات كنت حامل. قضاء أيوة. والبعدين هو حامل ومرضع. نعم. البعدين هو حامل ومرضع. البعدين ومرضع كنت فاطرة؟ أيوة. أيوة. فاطرة لي أيام وده حتى أنا مرضع. أنت الآن مرضع. نعم يعني ما قادر اصوم يعني عندك ثلاثه عندك ثلاث سنوات يعني ما صمتي؟ ايوه كل رمضان فيه وفيه 10 و5. الاسباب كلها يعني يا مرضع يا حامل ولا حاجه ثانيه؟ يا مرضع يا حامل. اوكي صح. طيب شكرا جزيلا يا ام زينب. يمكن تكون سمعت قالت عندها ثلاث رمضانات عليها قضاء يعني. طبعا احنا تكلمنا قبل كده عن الموضوع عشان الناس يكون واضح. نعيد الكلام تاني فيه ومتكرر. جاء في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد قال الحامل والمرضع إذا أفطرتا ماذا عليهما؟ قال هذه المسألة للعلماء فيها 4 مذاهب. المذهب الأول مذهب عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وخمسة من كبار علماء التابعين سعيد بن جبير القاسم بن محمد إسحاق بن راهوية وعطاء وعكرمة. الخمسة التابعين دين من كبار علماء في درجة الإمام مالك والشافعي قالوا الحامل والمرضع يطعمان ولا يقضيان. المذهب الثاني مذهب الإمام أبو حنيفة، أبو حنيفة قال الحامل المرضع يقضيان ولا يطعمان عكس الصحابة، الصحابة قال يطعمان ولا يقضيان، أبو حنيفة قال يقضيان ولا يطعمان. الإمام الشافعي قال الحامل والمرضع يقضيان ويطعمان. الإمام مالك قال الحامل تقضي ولا تطعم، المرضع تقضي وتطعم. هذه 4 مذاهب. يعني من الأربعة دي نقسمهم نختصر لاثنين. المذاهب الأربعة لما الأربعة الصحابة التابعين الخمسة والصحابيين ديل قالوا تقضي تطعم ولا تقضي. العلم من المذاهب الأربعة قالوا تقضي وكان داري تطعم تطعم أو تكتفي بالقضاء بس. هنا كان زمان يعني عبد الجبار المبارك عليه رحمة الله من كبار علماء السودان كان طلع فتوى قال الحامل والمرضع إذا دبلوا لثلاث رمضانات بسبب الحمل والرضاع يجي حامل يلقاها يلقاها مرضع يجي حامل يلقاها متردع حامل مرضع قال دبلوا لثلاث رمضانات تطعم رمضانين 60 مسكين وتصوم واحد. أسا نقول له أختنا دي أختك في فتوى عبد الجبار المبارك خلي زوجك يعينك تطعمي لك 60 مسكين قفلت خانة رمضانين وتصومي ده لو فاضي تبتدي بعد العيد تقضيه ما عندي لسه مرضع تقضي بعدين. نعم إن شاء الله بالتوفيق. طيب معنا محمد من أم درمان، مرحبا يا محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. بعدك على الشيخ أنا كان لي عملية ساعة حصوة حصوة قاعدة لي قبل رمضان يعني شهرتي ولا شهرين ما صمتها؟ ما جاتني ثاني يعني ما جاتني قبل كده لكن الليله من الايام حسيت عطش يعني حسيت بعلامه يعني ما اكيد انا صايم ما فطر. صوتك لنا ما واضح يا محمد اذا انت قلت شنو بالضبط قلت عندك عمليه حصوه كانت صح؟ ما حصل ما عملي عندي حصوه فتفتت يعني بالعلاجات. تفتيت؟ اي علاجات علاج ايوه اخذت علاجات ها اي والله وثاني ما جاتني يعني اخذ الزمن الدكتور قال لك تصوم ولا لا؟ الدكتور لا ما عمري ما صارت من الوقت يعني. انت فاطر؟ لا انا صايم. صايم طيب ها شنو السؤال؟ الليل انا مثلا قلت لك انا حسيت بعطش شديد والم شديد لكن برضه صايم ما 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 فطرت حسيت بالم شديد و... ايوه يا نعم الحصوه يعني قاعد تجيني زمان يعني. طيب بس واحد السؤال الثاني بس اشتغل عندك يا فاطر
نعم زكاة الفطر. ما سامعكم. الفطرة تتلك زكاة الفطر. أيوة زكاة الفطرة. الله يعطيك العافية. جدا شكرا. قال هو أن عملية بتاعت حصوة بالتفتيت وصايم الآن، لكن شعر خلاص مدام بصايم وقدر يصوم اليوم اللي يتعب فيه يفطر طوال، ثاني يوم يستيتان في الصيام، اليوم اللي يتعب يفطر بعد العيد يشوف فطر كم يوم وصام كم يوم يقضي الباقي بعد العيد. ده في حالة أنه أصيامه بتعب شديد. أما إذا كان بتعب تعب شديد كل ما يصوم يتعب تعب شديد جدا، والدكتور نصحه وقال له ما تصوم يا أبو خالد، الدول دي عنده رخصة تفطر طوالي ويطلع الفدية. أما إذا كان الدكتور ما قال له، لا قال له صوم لا قال له تفطر، هو يجرب نفسه طبيب نفسه لقى نفسه بيوم يصوم سمح ويوم يتعب، اليوم اللي يتعب فيه يفطر، اليوم اللي واصل يواصل، بعد العيد يشوف فطر كم وصام كم يقضي الفطر. نعم. بس بدون إطعام بدون أي شيء. جدا. طيب أخونا محمد برضو بيسأل من زكاة الفطر. زكاة الفطر طبعا طلع من جمع الفقه الإسلامي النفر 60 جنيه، يطلع اللبو عن نفسه وعن زوجته وعن أولاده وبنات الصغار والكبار والصائمين والفاطرين. كلها 60 جنيه. 60 جنيه زكاة الفطر. طيب نعود لموضوعنا ثاني، يبدو ان احنا دايرين نشوف الليل ده يا مولانا. أيوة. التلذذ بالعباده. أيوة. يعني الانسان كيف يتلذذ بالعباده ويكون يعني امره كله لله في هذه الليله، انقطاع لله في هذه الليله. أيوة. بس يكون خاشع كده بالليل يصلي يتنفل زي ما داير ويقرا ويتنفل بحسب استطاعته. لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم. كل ما تعب يرقد ينوم. أيوة. نعم. نعم. طيب ام عبد الله معانا من الدخينات، مرحبا يا ام عبد الله. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. ايوه يا شيخ، انا بسال عن رمضان الفات، كنت انا حامل فما صمته، فعلي قضاء ولا في الحاله دي يعني مثلا انا كفر؟ الان صايمه؟ الان صايمه. ايوه جدا. والله حملك كم شهر؟ قالك حملك كان كم شهر؟ شيخ معليش. طيب نديها في الحالتين. طيب في الحالتين طبعا هنا ده كل العلماء المذاهب الأربع قالوا الحامل والمرضع خافت عليه نفسها خافت عليه جناها تفطر، وبعدين زي ما ذكرنا موضوع القضاء الصحابة قالوا تطعم لا تقضي، المئمة الأربع قالوا تقضي، وكان دار تطعم مع القضاء تقضي، اكتفت بالقضاء خلاص. أسهم ما أفصحت لنا إنها حامل لها كم شهر، هل قاعد تتعب ما قاعد تتعب؟ نقول لها هي الآن صايمة صايمة النهاردة صايمة، ما دام صايمة إذا كنت واصلت صيامك ما تعبت خالص ولا شيء بكت على جناك في بطنك يتأثر ولا شيء واصل ما دام الداخل يتكلم عن السنه الصحة. الفاتت يتكلم عن السنه الفاتت انها كانت حامل وما وما ما قضت يعني. ايوه هاي تتكلم عن الفات يعني. ايوه خلاص الفات ده ما دام كنت حامل ما قضيتي، تختاري بين الاثنين يا تطعم يا تقضي. بس طيب يا اخذت برأي الصحابه تقضي تطعم ما دام بدون قضاء. اخذت برأي المذاهب الاربعه تطعم تقضي، والاطعام بعضهم قالوا مع القضاء تطعم، واكتفيت بالقضاء بس يجزيك برضه. نعم. طيب نحن نشوف القدوة الحسنة في المنزل يا شيخنا في قيام الليل، يعني نعلم أنه الصحابة والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعني يحيي ليله ب يبدو أنه عندنا تلفون ثاني معنا. أمنية أم أمنية من بورسعيد، مرحب بك يا أم. أيوة. أمنية والله معليش دار بقى أتكلم معي الشيخ ده، بس يعني عندي يعني بتأختي قاعدة معي في البيت. نعم. وطوالي قلت لك من أختي قاعدة معايا يعني قاعدين أنا وياها سوا. معك شنو؟ عنده قلت لك بنت أختي محارباني قاعدة معايا في البيت. هي مخاصماني. بنت أختك. أيوة. أيوة. وهي صايمة وأنا صايمة وبناكل في فصل صينية. و أنت؟ نعم. لا أعرف الشيخ ده فيها شنو، في نفس اللحظة يعني عدة مرات تعمل مشاكل وارجع صالحة وبرضه في مشاكل وتعمل الخصم وتعمل لي فتن. حبيت ابعد منها بس عشان ما اسبب لنفسي مشكله، عايز اعرف الدين في كده شنو. طيب انت يعني دائما تحت الفتنه بينه وبين زوجي وبين الناس اللي معاي، ودار ابعد منها عشان وبيناتنا صله رحم، خايفه من صله الرحم اللي بيناتنا. نعم. فتوه الدين في الحته دي شنو؟ ساكنين سوا؟ لا ساكنين سوا، حلتكم واحد وكنتوا بتاكلوا سوا يعني؟ يقدر ما نحل المشكلة تاني تاكل شهارة تاني ترجع تعمل نفس المشاكل. يا أم أمنية أنتوا. أيوة. الشيخ قال لك حلتكم واحدة في البيت يعني ولا حلتنا؟ أيوة بيتنا واحد جامعنا واحد.
حلتكم حلتكم الاكل والشراب في صينيه واحده بتاكلوا يعني؟ ايوه في صينيه واحده ناكل، جامعيننا يا هو يعني وهي انا خالتها بالنسبه لي. بتختك بتختك والجاب أيوة. ليك شنو بتختك دوم؟ قال لك بتختك موجوده ساكنه براها، جاب لك شنو؟ قال لك ها؟ قال لك بتختك دي اجابه ليكم شنو قاعده معاكم في البيت؟ يلا مديها ولد راجي. ها؟ متزوجه هي يعني معاكم؟ مديها ايوه متزوجه معايا بعياله وانا بعيالي كلنا سوا في بيت واحد، لكن بقت تسبب فتنه بينه وبين زوجي وبينه وبين ولادي. يعني قدر ما ارجع صالحه ثاني تحصل منها مشكله. أيوة. ونبقى متحاربين اسبوعين اسبوع وثاني يجي يصالحونا ونفس المشكله ثاني تعملها. ايوه متزوجه ودراجلك يعني. وبعد ارفع يدي لا الله قاعد افوض امر فيها لله وانت بديت شنو سكتت منها عشان ما دايره مشاكل واخرب بيتي بيسبها. جدا دايره فتوه الدين انه فيها شنو انه بس ابعد منها من غير ما ربنا يحاسبني وانا صايمه. كويس تسمع الكلام. دايره فتوه الدين. نعم ها؟ مشكلة عروسها شوية لأن بنت أختها ولا رأي الزوجة من الزوجية وساكنة معها في البيت حلتهم أحد زوجتهم عادي متخاصمين. أها حقيقة غريبة شديد خالص يعني. أيوه المفروض دي صالح لأن دي من الصعوبة ناس في البيت ياكلوا سوا مع ابن واحد حلتهم واحدة وأسرة واحدة في بيت واحد يكون متخاصمين دي صعبة. يبقى دي نصيحة أنك أنت تنادي خالاتك عماتك أهلك كده إيه تعالي إخوانا شوفوا البيت دي شوفوني كان أنا غلطانة بعتذر كان هي غلطانة إنه صالح يعني صالحونا مع بعض بس ده الحل تنادي عمامك أخوالك قريب البيت ذاته أهل الزوج زوجها ذاته لو كده قعدوا كده جلسوا كلكم مودة واحدة تتناقشوا يسمعوا كلامك أنت تنظلي منها في شنو يسمعوا كلامه هي بعدك يشوف الغلطان منه ينصحوه في النهاية إنه يلزموها هي كان الغلط من يلزموها كان أنت منك يقول لي كده أعملي كده في النهاية إن شاء الله يوصل إلى حل إن شاء الله بالتوفيق إن شاء الله دائما يا أم أمنية أنا إن شاء الله يكون يعني هذا الشهر خير عليكم وبركة. سنعود إليكم مشاهدينا الكرام في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بعد الفاصل ابقوا معنا. مشاهدينا أهلا بكم مرة أخرى في هذه الحلقة من برنامج فتاوى بصحبة شيخنا الجليل الدكتور محمد أحمد حسن. مرحب بك شيخنا مرة ثانية في هذا اللقاء، وبدينا حديثنا عن فضل قيام الليل وصلاة التهجد وغيره من الأحكام المتعلقة بهذا الموضوع، لكن ملاحظين يا شيخنا الناس بيسهر سهر شديد. أيوة. ويمكن يكون ملاحظين في الشوارع العامة أغلب الناس بيسهر من الشباب ومن برضى الشيب في الألعاب. أيوة. من ضمن هذه الألعاب هي لعبة الليدو. أيوة. نشوف الأحكام الشرعية للهو فيما لا ينفع في هذا الشهر. أيوة. الكريم المطلوب أن المسلم في شهر رمضان ده يبطل كل أنواع الألعاب ويقبل على الطاعة، يحرض على صلاة العشاء في جماعة والتراويح في جماعة، وعندما صلى العشاء والتراويح مشي البيت يأخذ له جمة كده استراحة شوي، إذا نعس يأخذ له نوم صغير ويقوم يتهجد يصلي بالليل ويناجي ربه ويكثر من قراءة القرآن. ده موسم للحصول على الحسنات. تسع التجار تجار الملابس وأدوات العيد تلقون منها يجهزوا أدوات العيد ويحضروا البضاعة لأن موسم للبيع والشراء في العيد. نعم. ربح كثير في العيد. كذلك الزول التاجر الدار الأخرى إنه يجدد نشاطه ويبطل حكاية اللعب والحاجات دي ويكثر من قراءة القرآن. عندنا من الألعاب المحرمة قطعا وانتشرت كثير بين الناس اللي هي لعبة الليدو دي محرم. والليدو اللي هي عن أبي عن بريدة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودم. رواه مسلم. معنى الحديث الزول بيلعب بالنردشير كأنه طمس يده في دم الخنزير ودم الخنزير. وهنا الأئمة الأربعة قالوا إنه ما دام دي شبه اللعب بالنردشير بلحم الخنزير نجس ودمه نجس، وما دام شبه اللعب بالنجس يبقى أصبح اللعب بالنردشير حرام حتى بقروش بدون قروش. والنردشير اللي هي كلمة فارسية اللي هي مكعبات كده يفينها كده يقول لك جهريك شيش بيش يتبادلوها مكعبتين فيها نقط كده مكعبات منها دي اسمه الظهر ده يعني يلعبوا بكده. كان زمان طربيده كده عنده ضلفتين تنقفل كده تتفتح كده عندها جانب بيجاي جانب بيجاي يلعب بيجاي بيجاي يفينها كده. هسه بقت ظهرت ظهروها الفنيين ديلي في الملايين
السابق انا في رزق قعدت ليك دي كذا يلعبوا مع بعض بالمبايب بالنيدو دي. وطبعا اللعبه محرمه واسا انتشرت بين الصغار والكبار. ايوه حتى مره مشيت في مسجد صليت في مسجد من الاسئله اللي وردت قالوا لنا يا اخي شيخنا في كثير من الولاد يجوا المسجد بدل ما يمسكوا المصحف يقروا داخل المسجد يلعبوا بالنيدو. لا حول ولا قوه. ودي معناته حاجه كارثه كبيره يعني. حرام ويبقوا اولادنا من هم صغار يبتدوا يتعاطوا الحرام معناتهم مستقبلهم بالران بيتغتى القلب بيغتى القلب هي دارين قلوبهم تطلع صافي يشب على طاعة الله. لكن لما يشب على الألعاب المحرمة دي معناته بعد كده العبادة ما في ضوء حلاوتها. أي يبقى النصيحة اللعب بالنردشير للصغار والكبار حرام قطعا. أي دارين تأكد من الكلام ده أرجع للتفاسير بتاع العلم المعدة باللعب بهنا الغريبة فعلا. كذلك يشمل طبعا لعب النردشير ده النص اتفق العلماء على حرمة اللعب به. أما زي الكشتينة والطاولة والكشتينة والضمنة والسية والصفرة دي برضها من اللهو اللي ما فيه فايدة ولا فيه ناحية فنية ولا فيه ناحية بس شنو ضياع للزمن. والمسلم مسؤول من الزمن ده. ورسول الله يفي سنن أبي داود بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله تعالى فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. يعني معنى الحديث زول قاعدون في مجلس لقيت ما قاموا ما ذكروا الله. دي لما يقوم من المجلس ده شبه بناس كان قاعدين يأكلون في فطيسي والفطيس حق حمار. شوف المنظر ده كيف أشبه بالكده. يقول لذلك نحن محتاجين للحسنات يوم القيامة وربنا ما محتاج لعملنا. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. الزول الدار يسعد في الدار الآخر ينجى من أن يدخل الجنة ما يضيع زمنه في هذا الشهر المبارك في الكشتينة والطاولة والضمنة والنيد والحياة ما فيها فايدة. يا سبحان الله الناس دي بينجذبوا لها انجذاب شديد خلاص يعني حكاية دي بعدك الزول لما يدمنها يبقى زي حكاية التنباك والسجائر مدمنة بيخلاتها. طيب لو مشينا لموضوع تاني يا شيخنا في سؤال برضو عن من خرج منه مذي أو مني في نهار رمضان. هنا ده لو خرج منه مذي أكثر العلماء قالوا أن مذي ما بيبطل الصيام. عدد قليل منهم قالوا بيبطل الصيام. يقول نحن نأخذ برأي الأغلبية إنه ما بيبطل الصيام المذي. أما المني خرج بشهوة بفعل تعمد الزول عمل حركة عمل عادة سرية عمل احتكاك عمل منظر مسير حياة كذا تعمد الفعل وخرج منه مني ده صيام بطل عند المذاهب الأربعة. الإمام مالك قال عليه القضاء والكفارة يصوم 60 يوم. أما المئمة الثاني قالوا عليه قضاء يوم واحد بس. يبقى لذلك الزول يحترس من الحركات اللي بتجيب المني ده في شهر رمضان. والنصيحة من نقول يا أخواننا الأخواننا طبعا أكثر حاجة الزول الناس وأخواننا المتزوجين المختلفين في نهار رمضان نصيحة ما تضرب تلفون لزوجتك ولا تتكلم معها خالص لأنه حتى زوجتك يعني حتى زوجتك لأنه حيقعد مغترب والزوجة مغتربة وقعد يتونسوا مع بعض والونسة تجور في الحالة دي يطلع الحاجة دي خرج هي خرج منها انقضت شهوتها بشهوة خرج منه من الاثنين صيام بطل والإمام مالك عليهم القضاء والكفارة الأئمة التانين قالوا على قضاء يوم واحد. بدل ما ندخل في إبطال الصيام وحياة كده الحياة نبعد بالنهار خلوها ونسي بالنهار مع الأزواج خلوها بالليل ما عليش. طيب فيما يتعلق بمسألة الطهارة من المزي والمني اللي بيطلع يعني كيف طبعا ده المني والمزي نجسات يعني طبعا اختلف العلماء في موضوع المني. واحدين قالوا طاهر لأنه ربنا بيخلق منه الإنسان. واحدين قالوا ما دام خرج مخرج البول يعتبر نجس. وبعضهم قالوا إذا كان يابس نفركه كان لين نغسل يبقى احتياط نغسل. أما البول نجس بإجماع العلماء من نجاسات المغلظة البول زول يحترس منه خالص. طيب في مسألة النطح دي في ناس يروا تتكلموا فيها يعني بنسمعها مراتي النطح مثلا أنت شكيتها بقوله عنده المقدة هل فيه نجاسة هل ما فيه ترددت قطع للشك بترش المكان ده بالماء بس. لكن لو تأكدت فيه نجاسة لازم تغسلها. طيب بول الصغير أي بول الأطفال جعلنا في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بول الطفل الرضيع ينضح وبول الجاري يغسل. الطفل الرضيع طبعا عندنا المولود لما يطلع من بطن أمه
لمدة شهرين أو ثلاثة شهور ما بندي أي أكل بران، بس لبن اللم، وبعضهم ندي الموية، وبعضهم بيعيش على لبن اللم بس. هالطفل الولد العايش على لبن أمه ده بال فوق أمه بال فوق أبوه، بس هو شايله كده، تعشيله ولدكم ده بال فوقي شالوه يوم اللي يدو كد يقشعوا كده خلاص. ده الذكر أي ده اسم الرش، رشينا نطح نطحنا بلطيف الموية، ده الولد الذكر. نرش بالموية مجرد ما أكلنا أكل براني جبنا له لبن علب، ولسه عمره دوبك شهر جبنا له لبن العلب، بقوله بقى نجي زي بول الذول الكبير. لكن طال شهرين ثلاثة شهور عايش على لبن اللوم بس، بقوله نرش بالموية بدل الغسيل. أما البيت مجرد ما طلعت من بطن أمها بالت فوق أمها فوق حبوباتها فوق أبوها، بقوله نجي سادي يتغسل. الحديث واضح أنه الطفل الرضيع ينطق بقوله جاري يغسل. نعم شكرا. معنا آمنة من الجزيرة، مرحبا يا آمنة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يخليك. ممكن نسأل الشيخ؟ تفضلي. اوكي. لو سمحت انا عندي سؤال معي اختي كمان، لكن انا سؤالي عندي معانا واحده بتخالفنا في البيت، فهي مسرحه بالجزة شعر وصايمه رمضان، عامله توصيل يعني، تمام، فعايزه تعرف حاسس شنو. تمام. والسؤال الثاني، ايوه قلتي بتخالتك عامله شنو؟ عامله توصيل شعره يعني؟ مسرحة بشعر. كويس، تمام. وعندنا سؤال ثاني، انه عند اليوم الاول في رمضان احنا الناس البيت كلنا ما سمعنا الاذان الاول بتاع السحور، طيب كان اتحرنا يلا بعد شويه كده ما عرفت خمس دقائق او كده، فسمعنا انه الاقامه تحت الصلاه. سمعتوا الاقامه ولا سمعتوا؟ ايوه سمعنا الاقامه تحت الصلاه. ايوه يعني بعد فتره كده من يوم اتحرنا. يلا معاك اختي عايزه برضو تسال سؤال. اختك منو؟ الو. ايوه يلا بسال الشيخ. انا كان في حمل الاول طولت في الحمل شديد، ويلا دام انه زوجي سافر واي زول بيقول لي انت حامل انت حامل، انا بقول لهم لا انا ما حامل. انت قلت لهم انا لو حصلت لو كنت حامل حاصوم شهر، يعني السنه عندنا بالشهر، ما عارفه انا هل اقضيه ولا لان انا حاليا بردع يعني، وبالتسليم الاول كان النذر. انت نذرتي يعني؟ اي انا نذرت انه انا قلت لو طلعت حامل حاصوم شهر. اها. وطلعت حامل؟ وطلعت حامل. والكلام ده قبل رمضان ولا قريب؟ لا قبل رمضان. نفسي ولدي له زي سنه وسبع شهور اصلا. انا عملت له ايوه وما اوفيتي بالنذر يعني لسه؟ ما اوفيت لسه. ايوه طيب شكرا جزيلا. وعندي سؤال ثاني. الرعاف يفطر؟ الرعاف. ايوه جدا. خلاص. آمنة وأخوته عندهم أربع أسئلة. قالت عندهم قريبتهم معهم في البيت وموصل الشعر وصايمة، يعني هل في علاقة من الموضوع؟ الصيام صحيح، توصل الشعر ده حرام. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعن الله الواصلة والمستوصلة. الواصلة والمستوصلة، الواصلة بتوصل الشعر، مستوصلة بيوصل إليها، يعني المشاطة بيسوي له شعر. اي ولذلك اتفق العلماء على انه يحرم زياده الشعر باي حاجه تشبه الشعر، سواء كان قطن، شعر حصان، شعر حيوان، قطن، حاجه صناعيه تقول لنا يشبه الشعر تزيد بها شعر باروكه، كل هذه حرام قطعا لان فيها غش تزوير. اذا ربنا خلقك كذا شعرك كذا ما تزودي باي حاجه تشبه الشعر. لكن لو رطبته بحاجه حمراء تختلف عن الشعر معليش. لكن اي حاجه تزيد الشعر وزول النازل لها يقول ده شعر الاصلي حرام قطعا. يبقى هي عند الزنب زيادة الشعر، أما الصيام عدة أركان وصيامه صحيح. نعم. سؤال أمنا أيضا تاني، قالت هم يظنوا يسحروا وكانوا غلطانين وبعد شوية سمعوا الإقامة. أيوة يبقى دي الفطر عن طريق الخطأ. مطلوب منهم الحاجتين اثنين، يستغفروا. يستغفروا ليه؟ كان المفروض قبل ما يأكلوا يتحروا. الفجر طلع ولا لا؟ يلا بيصح ويلا يجيب الأكل وناكل. المفروض أنت تتحرر العبادة. العبادة. صحيت من النوم، هل الفجر طلع ما طلع؟ نتأكد، جيبوا الساعة، جيبوا الهنايك التلفون، شوفوا الفجر طلع، نتأكد ما طلع بناكل، لو طلع خلنا نجيب، لكن بس أكل مباشرة. يستغفروا للخطأ المصحوب بالإهمال ده. نمرة اثنين يمسكوا لحرمة الشهر. نمرة ثلاثة بعد العيد كل واحد فينا يصوم ليوم. سبحان الله. أمر دي برضو أخوتها بتسأل، قالت هي نذرت إنها لو طلعت حامل بتصوم شهر، وفعلا
طلعت حامل. أيوة. أهل المفروض كانت تصوم الشهر ده. أما إذا كان جرست قالت ما بقدر أصوم الشهر وإن العيال ما شاء الله وتعبان وشغل البيت ولا لا ولا لا وقعدت تجرس وقالت الرو ما بقدر أصوم الشهر كامل. في الحالة دي نتطعم لها 10 مساكين بدل صيام شهر. لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من نذر نذرا لا يطيقه فكفارته كفارة يمين. ما هي نذرة تنذري 3 يوم ولا 4 يوم. ما دام ربنا حقق لك حملتي ولدك موجود ما شاء الله يقول الحالة دي وفي صيام شهر كامل. اتجرست وقلت الوليدات كتار وما بقدر وشغل البيت وشغل كده وقتير وقلت على شرطي تقول الروب. قالت الروب تقول كيف يا أخي تجرس يعني الظروف يعني بس بعد كده هطم 10 مساكين تحدد ظروفها يعني أي 10 مساكين وخلاص بدل الصيام. طيب قالت برضو هل الرعاف بيفطر في نهار رمضان؟ لا ما بيفطر لكن إذا متوضي يبطل الوضو إذا في الصلاة يبطل الصلاة. لأنه دم نازل يمشي الزول يوقف لكن ما بيفطر. وفي ناس طبعا بعجوب المويه بيحاولوا الزول بس الزول طبعا أول ما جاء الزول اللي يطلع يرقد عليه قفاه قال له مويه حي تلقاه يخدها هنا ده أو يبللي منديل في مويه بارد يخدها في جبهه عشان الدم يتجلط يرقد عليه قفاه هاي. طيب معنا أم محمد من عطبرة. مرحبا يا أم محمد. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. التحية لك وكل سنة وانت طيبين. وانت طيب ان شاء الله. الله يخليك. الله يفتح عليك. تفضلي. اللي سأل الشيخ. تفضلي. اول حاجة انا زوجي بيديني مصاريف بوفر منها وبنفق منها. هل الاجر ليا ولا لزوجي؟ انت لما توفري من المصاريف دي بعد ذاك بتنفق منها يعني؟ عادي طرقتنا براي الدايرة دي بديو يعني. ايوة. ما بوريه أقول له كيف فلان والله كيف. طيب سؤال ثاني شنو؟ والسؤال الثاني يلا نحن متخاصمين نحن وغربانا ورسلوا لنا قالوا لنا ما تتصل. نعم ألو. متخاصمين مع منو؟ مع عمامي. يلا المسافة دي لها زي 6 سنة كده تقريبا. وقفوا علينا انه ما نصلوا وما نخشلوا وما نتكلم معاهم يعني هم في حد ونحن في حدنا. هم منعوهم يعني الذنب لينا ولا ليهم؟ هم منعوكم ما تجوهم يعني قال لكم ما تجونا خالص؟ اي. وانتوا رايكم وانتوا عفيتوا عنهم ولا ما عفيتوا؟ والله اصلا الزول لما يرسل لك اقول لك ما تجينا وما تتكلم معانا ما في داعي ثاني. خلاص خلاص. طيب شكرا يا ام محمد. قالت زوجها بدال مصاريف وبتوفر منها وبتصدق ما بتوريه. أيوة كويس تصدق مع الرسول عليه الصلاة والسلام قال إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مسرفة فلها أجرها بما أنفقت ولزوجها أجره بما كسبه وللخازن مثل ذلك. يعني هي بتوفر متصاعد الأيتام المساكين. ما في خير عندها ثواب زوجي عنده ثواب على شرط الإنفاق ده ما يأثر على ميزانية الولاد في البيت. ما تقوم تجوع الولاد وتهني لكن ما إن شاء الله المصاريف بدها لا زوجي مكفي ولاده مشبعاهم ومع كده بدل البزخ والتبذير بتوفر وتصدق. هي عندها ثواب وزوجها اللي القريش حقته عنده ثواب. البنت الشغاله قالت لها كودي القريد للزول الواقف في الشارع ده عندها ثواب. نعم. طيب عندها سؤال لكن زمان ضيق شويه. قالت متخاصمين مع اعمام واعمام ضلوا ما تجونا اصلا 6 سنوات متخاصمين مع اعمام. الكلام ده غلط. قلت لها الاعمام دي قطيعه الرحم حرام وتدخل الزول النار. ونحن طبعا الاهل الثانيين المفروض يتحركوا. البدي مع عمام متخاصمين الاهل الثاني اخوال عمام الاعمام دير كلهم يكونوا لجنه يجوا للناس دي يصالحوها ويصالحوا الناس المتخاصمين دي ينقذوهم من الورطه الواقعين فيها. لان قطيعه الرحم حرام من الذنوب الكبائر. وجعل حذيفه عن محمد جبير بن مطعم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنه قاطع رحم رواه البخاري ومسلم. كلام. حتى الزور صلى وصام عبد الله ومات وقاطع الأرحام ما حيدخل الجنة مع الفوج الأول. يدخل نار جهنم يأخذ جزاء في النار. ما معرفه قدم له يقعد قدر شنو ربنا أعلم بها. بعد ذاك يأخذ جزاء في النار يطلع يدخل الجنة. لكن الزول العاقل لو قال له أخمج في الدنيا يدبر زي ما داير يوم الغم نسخ مشعيرات الديل دي من نار جهنم أي
نطلع مثل كده هوب يلا مش تدخل الجنه يقبل حول لا ولا قوه صعبة. الا صعبة. بالله الناس غافلين يا شيخنا غافلين هذه حاجه صعبه للنصيحه ان اخواننا انتم ذول الاسر فيها ناس متخاصمين ما تقعد تقول فلان ما خاصم فلان وفلان غلطان فلان ما غلطان بعيدين من الدائره لا اختاركوا الكوني لكم لجنه من كمره كم راجل امشي للناس ذيله نادون في بيت محايد ما في بيته في بيت محايد صالحهم مع بعض اجتهدوا وصالحوهم ان شاء الله ربنا التوفيق ان شاء الله قال تعالى يريد اصلاحا يوفق الله بينهم والرسول عليه الصلاه والسلام قال تعالى لا خير في كثير من نجواهم الا من امر بصدقه او معروف او اصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما. نعم جزاك الله الف خير شيخنا الجليل. مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا في هذه في هذا اليوم من برنامج فتاوى على امل ان نلتقي بكم غدا ان شاء الله في حلقه اخرى من هذا البرنامج. دائما نقول اهلا وسهلا بشهر الصوم والذكر ومرحبا بوحيد الدهر في الاجر شهر التراويح يا بشرى بطلعته فالكون من طرب قد ضاع بالنشر كم راكع بخشوع للإله وكم من ساجد ودموع العين كالنهر فاستقبلوا شهركم يا قوم واستبقوا إلى السعادة والخيرات للوزر. أشكركم مشاهدينا وإلى اللقاء.